Bien sûr, c'est une question. صحيح. هذه question qui. ولكنها ليست قضية تهيمن على مناقشتنا. أعتقد أن فرنسا مدركة لأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب والشعب المغربي وللقوى الحية بالمغرب. كذلك ومنذ البداية بالفعل فرنسا أيدت وقدرت خطة الحكم الذاتي، كما أن فرنسا تحدثت عن التحول والتكيف، وإن ملف الصحراء في حد ذاته قد عرف مؤخرا تطورات مهمة. بيئة قضية الصحراء قد عرفت على المستوى الجيوسياسي تطورات، وهذه التطورات حصلت دون ما إعادة النظر في أساسيات يحرص عليها المغرب. المغرب لا يريد حلا يفرط، بل ولكن المغرب يعتبر من الوقت قد حان لتحديد مواقف إزاء هدف العملية الأممية، وليس فقط بالنسبة للعملية وحدها. فالعمليات لا تمثل هدفا في حد ذاتها، بل إن العمليات ينبغي أو العملية ينبغي أن تؤدي بنا إلى حل، ومن الأساس بأن تكون الدول القريبة من هذه المنطقة والتي تعرف هذا الملف بشكل جيد بأن تساهم في تحديد هذا الأفق، أفق الحل. وبالفعل خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب عملي الذي أنجزه صاحب الجزالة، حدث تغير أساسي في مواقف دول قريبة من فرنسا إما جغرافيا أو سياسيا. ولكن كما أشرت، فرنسا كانت دائما رائدة والحاجة للتكيف قائمة موضوعة على الطاولة ويمكن أن ننظر فيها، لكن المغرب لم يعتبر بأن موقف فرنسا موقف. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.